من على أولي البصيرة والعقل، أولي النظر والنهى، الذين يرجون سلامة دينهم وحفظ أنفسهم واستقامتهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن يستأنوا ويتمهلوا، وألا يعجلوا، وألا ينظروا إلى دخول هذا أو ولوج ذاك أو استزلال قدم هذا، حتى ينظروا ما أمره بهذا الأمر وما جعله يسير في ذلك المسير، فإن استبان لهم حق وإلا تركوا، وإن تبين لهم أمر وإلا أحجموا، فإن الأمور في الفتن تتداخل، فكان لزاما على الإنسان أن يرجع إلى الأمر الأول، كما جاء ذلك عند الطبراني، وكما جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص قال: إن إذا كانت الفتن إنما مثل الفتن كمثل أناس ساروا مسيرا حتى إذا كانوا في أثناء الطريق ثار بهم غبار وعجاج، فقال أناس: الطريق ذات اليمين، فسلكوا ذات اليمين فضلوا، وقال أناس: الطريق ذات اليسار، فسلكوا ذات اليسار فتاهوا فضلوا، وقال قوم: إنما أدركنا مسيرنا في هذا المقام، فإما نموت في مكاننا وإما نستبين سبيلنا، فيفبقوا حتى ذهب العجاج، فاستبانوا السبيل فسلكوا الطريق فنجوا. فكان الأمر إذا وقعت الفتن وحلت البلايا أن يرجع الإنسان إلى الأمر الأول، وأن يصم أذنيه عما تتهجر به الأهواء مما يتجدد من الكلام أو يحدث من التحليل والنظر لإرادة الإفهام، وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه من ذلك كله. إن من أعظم ظلم الفتن أن يكون أقرب الناس إليك وأعرفهم بك هم من يدعوك إلى الفتنة ويزينها لك ويقربها إليك. ألم تر إلى ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حينما كان معتزلا للفتنة، فدخل عليه ولده فقال: يا أبتي، الناس يقتسمون الملك وأنت قابع هاهنا. قال: يا ولدي، والله لا أدخل فيها حتى تعطيني سيفا إذا ضربت به المؤمن نبى عنه، وإذا ضربت به الكافر قتله. هكذا تكون الفتن يدعى من أقرب الناس إليه وأحبهم له من ولده، يزين لهم الدخول في أمر إما لجهل وإما لهوى وإما لغير ذلك. أيها الإخوة، لو تحدثنا عن الفتن وظلمها وما يكون في ملابساتها لرأينا في ذلك أمورا كثيرة، حسبنا أن نعلم أعظم هذه التي جاءت في هذه السنن والتي سمعناها في هذا الحديث المقتضب: إنه لن يجد المرء طريقا ينير طريقه من هذه الظلم، وسبيلا يستبين به السبيل للنجاة من هذه البلايا والمحن، إلا اللجوء إلى كتاب الله جل وعلا. ألم يأتي في الحديث الذي في عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، إلى آخر الحديث. إن كتاب الله سلوة للإنسان إذا اشتدت به الأمور أو ضاقت به الضوائق أو نزلت به الكروب أو حلت به الهموم أو تداعت عليه الأهواء، كما قال الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فمن قرأ ذلك في كتاب الله يوشك أن يصم أذنيه من ناعق إلى فتنة أو داع إلى هوى أو مزين لباطل أو محبب إلى شهوة. إن من قرأ كتاب الله جل وعلا وهو يرى كيف عانى أنبياء الله ورسله لم يزده ذلك إلا ثباتا، وبكتاب الله تمسكا، وبالله جل وعلا رجاء ودعاء. من قرأ
كتاب الله جل وعلا، وهو يرى ما مس أنبياء الله ورسله من التعب والضنك، حتى لربما طال بهم الأمر سنين لم يجدوا إلا أن يصبروا ويتعلقوا، فإنه يزيده حصول الفتن واستمرارها بالله تعلقا وثقة ورجاء ودعاء أن يحفظه من هذه الفتن، وأن يمسك على قلبه أن يقع به زيغ أو يحل في فتنة. من أراد السلامة من هذه من ظلمات الفتن فلن يجد أعظم من الدعاء، فإن الدعاء بإذن الله جل وعلا أمان للعبد. ولذلك لما روى البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين من أهل الإيمان يخسف بهم قبل أن يردوا على حوضه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. يقول أبو مالك: فكنا نكثر بعد ذلك أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، أو أن نرد على أعقابنا، أو أن نفتن. وهكذا كان ابن عمر يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. إن الدعاء الداعي: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، لهو من أعظم الأدعية التي يُصان بها الإنسان من الوقوع في الغزايا أو النزول في المحن. من أراد السلامة من الفتن فإنه لن يجد طريقًا أسلم من أن يكف لسانه من الكلام فيها، فإن الفتن باب من دخل الصغير منه وصل إلى الكبير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها استشرفت له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال المرء يقع في الفتنة بأول ولوج فيها، إن كان ذلك بأمر صغير أو كان ذلك بأمر كبير. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه إذا كانت الفتن فوقع اللسان أشد من وقع السنان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أراد الإنسان السلامة من الفتن فإن من أعظم السبل أن يلزم الجماعة وأن يستمسك بها، جماعة المسلمين في دينهم على منهاج أهل السنة والجماعة، وجماعة المسلمين في إمامهم واجتماعهم في أبدانهم، فإن هذا قد دلت عليه الأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بالجماعة ولو أن تعض على أصل شجرة. قال أهل العلم: هذا كناية عن شدة الحال، وأن الإنسان في إمساكه بالجماعة يجد في ذلك معاناة ومغالبة من أهل الأهواء، أو من بعض الأمور التي تظهر، أو من بعض الدعايات التي يدعى إليها وينادى بها. إن من أعظم الأمور التي يجد بها الإنسان سلامة من الفتن هو عبادته لربه، ولجأه إلى مولاه، وانكساره بين يدي خالقه في خلوته وفي جلوته، في خاصته وفي ذهابه وفي مجيئه. وتلكم سبيل ما أسهل أن نقولها وما أكبر أن نلازمها إذا حلت الفتن. ألم تروا لما نزلت فتن كثيرة في هذا الآن وفي هذه الأحوال، رأينا الناس يخوضون ويدكون ويتكلمون ويرفعون، لكن من منا أمسك كتاب ربه ولجأ إلى خالقه وقام في ليله وصلى لربه ودعا خالقه؟ ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج
كهجرة إليه. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عند هذا الحديث معنى لطيفا في كيفية كون العبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الفتن ومجتمعها كالجاهلية وما يحصل فيها من بلاء وما يكون فيها من معاصي، وكأن الذهاب والمسير إلى العبادة كالمسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحصل به من الاستنارة والضياء والنجاة والخير والاستبانة للحق والظهور له. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى الحديث عن مثل هذا الحديث ونحن نرى الفتن تتهاوى علينا وتتسارع وتنزل في بيوتاتنا وفي أنفسنا وفي مجتمعاتنا، ونحن نرى في كل يوم وفي كل آن من يستزل في فتنة ويدعى إلى محنة ويتلطخ بأردانها ويقع في بلائها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نظل أو نظل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر وعذاب النار، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا على استماعكم، ومن كان سببا في هذا الاجتماع، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان تجلى وابتسم قباب العبد. بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشر. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشر. لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك. في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية